نيمانيا يستلم بشكل خاطئ نيمانيا، والفاست بريك تاكودا يستلم لكن بكل هدوء يسجل هذا اللاعب، يسجل هذا اللاعب في مجال نلعب مان تو مان على الجناح ولا كيف؟ ولا كيف؟ يعني هذا الان مع سلاح الفاست بريك يسجل من الجناح ويسجل بالفاست بريك هنا الان بكل سهوله وبكل اريحيه يسجل هذا اللاعب. صعب للغايه، صعب للغايه بصراحه اللاعب ماتياس معتي والخمسه اهداف. هنا الان كره على مستوى الجناح، وين ما ضاعت الحلول، الحلول موجوده مع الاطراف. غير طبيعي هذا الفريق، غير طبيعي هذا الفريق يسجل الاهداف ببرودة الأعصاب. شوف هذا الهدف الفني الأكثر من رائع، كرة هوائية خيالية ألمانية في الصالات السعودية، يسجل وفارق الخمسة أهداف. هويات الفريق، كرة الآن على مستوى الجناح من جديد. لا لا لا، فريق غير طبيعي، فريق غير طبيعي حتى في طريقة فتح الزوايا للجناح والتسجيل بهذا الأسيست ثم التسجيل. حسن التريكي عاجز عن إيجاد الحل على مستوى طريقة الدفاع ونادي الخليج بأكمله، وبالتالي يسجل في من جديد. محاولة إلى صادق المحسن، صادق المحسن يحاول ولكن أيضا التصدي سهلة جدا. فاست بريك سريع، استلام بيد واحدة وهدف في غاية الروعة والجمال. ماذا يفعل ماتياس؟ ماتياس يسجل الأهداف الجميلة، ماتياس للأهداف الرائعة بهذا اللوك الرائع وبهذا الاستلام الرائع. شوف شوف شوف، وكأنه بعلاقة غرامية مع هذا المرمى وبهذه الأهداف ومع هذه الكرة الصغيرة التي تصل إلى المرمى بكل هدوء وبكل أريحية. جمال تتحول الآن، والتصدي تصدي بكل سهولة مع فاست بريك مع ماتياس. ماتياس يسجل، تشعر بأن عارف وين راح يلعبها وكيف راح يلعبها وكيف راح يسجلها. ماتياس يستلم ثم يذهب ثم يسجل ثم يعود لأداء المهام الدفاعية. هكذا هو بط بثمانية أندية ارتفع العدد منذ 2011 حتى عام 2017، والهدف الآن يسجل من جديد. ارتفع العدد في عام 2019 إلى 10 أندية، وفي عام 2021 أيضا 10 أندية. إذا ارتفع البرازيلي 7 مشاركات، الزمالك 5 مرات. كرة على مستوى الجناح وهدف جميل، هدف جميل للاعب السايل، للاعب السايل، السايل رائع وأهداف رائعة. ماتياس من جديد يسجل. فوكس برلين 5 مشاركات، الأهلي المصري 4 مرات، الترجي 4. ماتياس فعلا، ماتياس هو صاحب جائزة أفضل لاعب في هذا اللقاء. لاعب يلعب بجدية طوال 60 دقيقة، يلعب بشكل أفضل أو أكثر من رائع. إذا ألف مبروك لهذا اللاعب، ألف مبروك لنادي ماغديبورغ، وحظا أوفر للدانة لأبناء نادي الخليج لهذا الفريق سادس العالم وصاحب الإنجازات والبطولات.